اللي اقول لي يا هادي، ايوه انت ازاي يجيلك قلب تبقى واسطه بيني وبين طارق وانت اللي موسطه عشان يقول انك بتحبني؟ بحبك. ايه هتنكر؟ انا اصل على العموم يعني هو برضو انا في يعني ما تقولش حاجة، انا عرفت الحقيقة عن اذنك. انا اسف، انا اسف اذا كنت حضرتك عقد الشقة زي ما حضرتك طلبتيه. ميرسي قوي يا هادي، ألف شكر. بس أمنية بقى اللي تمضي عشان الشقة هتبقى باسمها. مبروك يا حبيبتي، عقبال ما نفرح بيك إن شاء الله. ميرسي يا طنط. والله بيجي لها عرسان كتير قوي، بس هي بتقول لما تخلص دراستها. هي هانت اما نشوف اخرتها ايه معاها. صحيح يا استاذ هادي، عايز اشكرك قوي. لا 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 ابدا، انا تحت امرك. انا سمعت انك بترسم، حقيقي الكلام ده؟ انا هو مأخره في الهندسة غير الرسم، هو طول عمره غاوي رسم، يحب يرسم الطبيعة الصامتة، بورتريهات، مع ان ده رسم والهندسة برضو رسم. ممكن اتفرج على حاجة من لوحاتك؟ طبعا، بس انا عندي لوحات كتير قوي. انا ما كنتش عايزة اتعبك، انا كنت هروح اتفرج عليها لو يعني ما كانش يزعجك. تسمح لي؟ لا ابدا، ما يزعجنيش ولا حاجه، تحت امرك. اتفضلي. طب يلا، عن اذنك يا طنط. اتفضلي، ده بيتك يا حبيبتي. لحظه واحده، الاوضه منعكشه خالص. مش مهم، مش هتبقى منعكشه اكتر من اوضتي. انا اسف جدا، بس اصلي بقى. اتفضلي اتفضلي. اوضتك لطيفة قوي. شكرا. كل اللوحات دي انت اللي راسمها؟ لا لا، اغلبها، بس في مستلزقات لبيكاسو وفان جوخ ويعني. طبعا حلوة قوي اللوحات. يعني محاولات. انا عايزه اشوف صورتي. طارق قال لي ان في صوره تانية انت رسمها لي. كل اللوحات دي انت رسمها لي؟ اكيد كنت بتراقبني من ورا الازاز وانا ما كنتش واخده بالي.
كنت ببقى خايف لحسن لحسن لو شفتيني تتضايقي وما تخلينيش اشوفك تاني. انا لو كنت اعرف انك هتطلعني احلى من حقيقتي كنت جيت لك وقعدت عشان ترسمني. انا رسمت اللي انا بشوفه. ميرسي على ذوقك. يعني لوحاتي عجبتك؟ انا شايفه انك موهوب بالفطره وظلمت نفسك لما دخلت كليه الهندسه. انا كان نفسي اخش الفنون الجميله. يلا اللي حصل بقى. طب ما انت لسه فيها، ممكن تدخل فنون جميله فيها قسم حر. طبعا بس شغلي. مش انت بتقول انك ما بتحبوش؟ سيبه. سيبه؟ اشتغل ايه؟ اشتغل الحاجه اللي بتحبها. اشتغل رسام. انا طول عمري بحب الرسم كهوايه، بس عمري ما تخيلت ان دي تبقى مهنتي. يعني لا 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 لا، دي حاجه مش سهله خالص. انت الجدع بس كده، وانا هشتري منك اول لوحه. لا 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 لا، تعالي. لا معلش، هروح اغير هدومي بس واجي. تعالي بس عن اذنك. ايه اقعدي، عايزه اقول لك كلمتين. ايه بقى حكايه هادي يا ست اميه؟ ملاحظه كده انك منسجمه معايا. ايه معنى الابتسامه دي؟ يعني افهم منها ايه؟ اصل اللي حصل ان هو اللي كان بيبعت لي الجوابات وهو اللي رسم لي اللوحه، وانا افتكرت ان طارق. معقول؟ طب لما هو اللي بيحبك ما قلتليش ليه قبل ما نروح عنده؟ دلوقتي مامته تفتكر ان احنا بنروح نتمحك فيهم. ما فيهاش حاجه يا ماما، ما احنا رحنا لهم عشان الشقه قبل كده. طيب هو بيحبك وانت بقى؟ وانا بصراحه ما اعرفوش بقالي فتره طويله، بس مش عارفه حسيت ان انا مرتاحه له قوي يا ماما. انا بصراحه مستغربه من نفسي قوي، مش عارفه. طب اوعي تكوني اتدلقتي وقلتي له كده. لا ما هو حضرتك ما عندكيش فكره، هو من اقل حاجه بيتكسف جدا وحالته بتبقى غريبه قوي. ايوه كده، انا لاحظت كده برضو، وشه بيحمر بس ده يبقى راجل. لا هو من ناحيه راجل، هو راجل، هو طيب قوي وجدع ولطيف يا ماما قوي، مش عارف. طب يعني هو صارحك بعواطفه؟ لا صارح مين يا ماما؟ ده لما كان بيكلمني قبل كده كان يقعد يتهته ووشه يحمر وحالته بتبقى حالة، انت عارفة يعني. ولو البنت برضو لازم تستنى لما الراجل الاول هو اللي صارحها بعواطفه. ما توصنيش، انا بقيت حاسة ان انا بقيت زيه كده، كل ما يجي يكلمني وشي يحمر وبقيت زيه. احسن خليه يفهم لوحده. يا رب بس يفهم يا ماما، يفهم. خير يا كريم؟ مفيش خير، انا جايه اقول لك المدير ومشي على طول. اتفضلي. انت مش عيب عليكي تخطفي الواد بتاعي؟ اولا انا ما خطفتش حد، ثانيا عيب عليكي تقولي كلام زي ده. يا سلام، عيب عليا انا برضو؟ امال معناته ايه ان كل يوم والتاني رايحه جايه معاه والناس كلها شايفاكوا مع بعض؟ اولا انا بعتبره جاري، ثانيا زميلنا في النادي، ثالثا انا بعتبره صديق، وبعدين انا ما ضربتوش على ايده عشان يجي يكلمني. ايوه بس انت كده بتحرجيه، علشان هو من النوع المكسوف، قمت انت لزقتي له فكسف يكلمك. اه هو كده بقى. على العموم بدل ما تيجي تكلميني انا، هو عندك اهو، روحي كلميه. طبعا هكلمه. انت ايه فاكراني هسكت على حاجه زي كده؟
وانت ليه ما قلتلهاش الحقيقه؟ انا ما اقولهاش، انت اللي عليك تواجهها وتقولها الحقيقه، ولازم كمان تتغلب على خجلك ده. خجلي؟ ايوه خجلك، هتستعبط مش عارف نفسك يعني؟ انا مش عارف انت ليه بتهاجميني كده. انا ما بحبش حد يكلمني بالطريقه دي من فضلك. انا مش بهاجمك، انا عايزه اساعدك عشان تتغلب على خجلك ده وتقدر تواجه الناس، الا بقى لو كنت بتحبها وخايف تواجهها. ما بحبهاش، ما بحبهاش. اثبت ده. ما انا قلت لك. طب ممكن تيجي معايا وانا بكلمها؟ ليه؟ ها؟ عشان ما ترجعش تفشر عليك وتقول لك اي كلام انا ما قلتوش. ده يهمك قوي؟ يهمني جدا. ازيك يا كريمه؟ انت ايه اللي حملته ده؟ انت ايه حكايتك مع ست امنيه يا استاذ؟ ارجوك اسمعيني. انا ما اسمعش، انت زودتها خالص. انا؟ ايوه انت. انت فاكر بناتش الناس لعبه ولا ايه؟ بناتش الناس؟ اناسة كريمه، انت بنت لطيفه انا لطيفه غصب عنك. ارجوكي ما تقطعنيش. لما انت بصبص وبتح بنات كنت بتقعد معايا ليه وتقول انك بتحبني؟ بقولك ايه، هو خدوهم بالصوت. على فكره اللي انت بتعمليه ده مش هيغير حاجه من الحقيقه. مش انت اللي كنت بتقعد في الشباك بتاع امنيه وبصبص لي؟ مش انت اللي بعتلي ورقه وقلتلي قابليني في الكونينه؟ ايوه، اهي الورقه دي بقى كانتش ليكي. سلام، دلوقتي بتضحك عليا علشان تتهرب مني يا استاذ. انا اسا كريمه، انا عايز اقول انه انت اخت وجاره عزيزه الحقيقه. انت في 100 واحد، لا انت في 1000 واحد ممكن يتمنوكي، لكن انا مش ايه؟ انت انا مش بحبك. ما هو انت اللي خليتيني اقولها لك كده في وشك، انت اللي اضطرتيني لكده. انت انسان وقح. وقح عشان 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 كسفتك. وبعدين يا ستي، ما احنا ممكن نكون اصدقاء برضه. ليه العداوة دي وليه كده؟ ولحلمك بقى، أنا لا كنت محكمة بيك ولا حاجة، أنا كنت بكلمك لأنك كنت صعبان عليا. متشكر أوي. إيه ده يا جماعة؟ كلام ولا إيه؟ شوفي بقى، خليكي شاهدة، أنا هقطع علاقتي مع الإنسان الوقح ده. مش عايزة أعرفك ولا لسان يخاطب لسانك. خليك شاهدة. كويس كده. انت ليه خليتها تفتكر اساسا ان كان في علاقة بينك وبينها عشان تنتهي؟ يعني اهو برضو ابقى حافظت على كرامتها قدامك. انت حنين قوي. وده ميزة بقى ولا عيب؟ هي ميزة بس مع اللي يستحقها مش الكلحين. ايوه صح، فكرتيني بالكلح الاعظم.
براشوت، بكره يومك يا براشوت. وانا معاك. مين يا حبيبتي؟ انت بتحبيني؟ انا بحبك. طب هي السلسله دي دهب؟ دهب يا حبيبتي. انا مزنوق قوي وما دفعتش قسط العربيه، فلو تقدري تتصرفي لي فيها يعني عبال ما ربنا يسهل. 6 شهور بالكتير وعندهم. مدحت مدحت مساء الخير. بعد اذنك انا عايزك شويه. قوي قوي. عن اذنك يا ميمي. ازيك يا هادي؟ ازيك يا هادي؟ عامل ايه؟ عامل ايه يعني؟ مستني الامانه اللي ليا عندك. عيب يا هادي، مش قدام الناس. بقول لك ايه يا مدحت، انا بصراحه صبرت عليك كتير قوي، وبعدين انا 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 محتاج الفلوس بتاعتي دي يا مدحت عشان هتجوز يا اخي. الله. طب بص يا هادي، يعني حاول تستلفهم من اي حد، وانا في ظرف 6 شهور سنه ونص بالكتير هردهم. لا لا لا، انت تستلف انت، انا ما استلفش يا مدحت. انا عايز فلوسي من فضلك اللي عندك. انت بتعايرني يا هادي؟ بتذلني عشان استلفت منك فلوس يعني؟ لا يا مدحت، ولا بزلك ولا حاجه. انا كل الحكايه ان انا بطلب حقي بس يا مدحت. يا سيدي، وانا انكرت حقك؟ ما انا بقول لك انا عارف ان انت ليك عندي فلوس يا اخي. ده احنا كنا مع بعض عيش وملح، ما تعملش معايا كده. ما انا قلتش حاجه يا مدحت. بس خلاص يا سيدي، خدني بعني في السوق وشوف هجيب لك ايه، ولا اقول لك خدني الاسم واحبسني. لا 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 يا لا يا مدحت، انا ما قصدتش كده، وانت مش ممكن يكون وصل لك كده يا مدحت. انا طب اقول لك على حاجه يا مدحت. شوف لي جزء. طيب جزء 2000 جنيه حتى. يلا يا مدحت. حاضر يا حبيبتي. بص يا هادي، فوت عليا 8 يومين اكون اتصرفت لك في اي مبلغ تمشي امورك بيه. طيب ما انا كنت اعمل ايه برضو؟ ما هو عايزانا اكسفه قدام صاحبته يعني. تقف في وش المكيله وتاخد فلوسك منه وانت واقف منين؟ ما هو واضح جدا ان هو صرفها. انت جريئه قوي يا امنيه، جريئه قوي. في حد خبط عربيتك وجري. يا نهار اسود، دي عليها اصابات. سليمه ما اتخبطتش ولا حاجه. بس ممكن حد يخبطها لك، عشان كده الاحسن بقى مدحت انك تخلص منها. هادي، عشان يرجع لي فلوسي اللي هو اشترى بيها العربيه. هادي، انت كده بتحرجني. بحرجك؟ انت بتحرج ولا بتحس اساسا؟ ده انت كلح كلح كلح. الحيوانيه دي مالك ثلاثه كلح. صاحبي ايه يا هادي التحول ده؟ في ايه؟ انا مش هبقى هادي من بعد النهارده. بقى تستلف مني فلوس وتروح تشتري بيها عربيه، وانا ادور الف وراك اشحت حقي يا بارد. هادي، ده انا يا دوبك دفعت المقدم، ده انا لسه ما دفعتش ولا قسط. مش مهم، انا بقى هدفع اقساط عربيتي. هات المفاتيح. مهم ايه الحكايه يا مدحت؟ مفيش يا حبيبتي، هادي عجباه عربيتي وعايز اشتريها. ايه يا هادي؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ بقول لك هات المفاتيح ولا هات؟ خد يا هادي المفاتيح. مع السلامة يا برشطة. مع السلامة يا أنسة. أنسة برشطة. ايه اديته المفاتيح يا مدحت؟ ما ركبتش فيها كاسيت ليه يا برشطة؟ بقيت الفلوس اللي شحتها مني. مستني المقدم. والله مستني المقدم بس راح. شفت الحكايه سهله ازاي؟ بس انا مكسوف من نفسي قوي. تصوري اني كان ممكن اتخانق معاه واضربه كمان. الواحد لما يتكسف يعمل الغلط ده في حد ذاته فضيله، بس للاسف الخجل بقى عيب في الزمن اللي احنا عايشينه ده. عندك حق، الوقح هو اللي بياخد كل حاجه دلوقتي، حتى لو ما كانتش حق. بس انا ما اقدرش اكون وقح. انت مشكلتك يا هادي ان مفيش حد بيفهمك بسهوله، وانت متخيل ان كل الناس فاهماك.
حتى انا فهمتك متاخر. اه بعد ما حبيتي طارق مش كده؟ انا ما حبيتش طارق، جواباتك هي اللي شدتني ليه. عموما طارق مدردح عني وعلى الاقل ما بيضربش لخمه زي طارق. قهوك ومن غير ما يحس في الاخر مشي وراك. ايوه ده اللي حصل فعلا، لما انت حبيتني هو حب يقلدك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الباشمهندس هادي له شكوى واصر ان يقولها قدامكم جميعا. اتفضل يا باشمهندس. انا اسف يا فندم بس بصراحه الشغل كتير جدا عليا، والزملاء بصراحه ما بيسعفونيش خالص وبيحاولوا لي اغلب العمل عندي. يا فندم الكلام ده مش صحيح، مش صحيح. فعلا يا فندم ده مش صحيح خالص. فعلا يا باشمهندس، الثابت انك اقل واحد بتخلص عقود مع العملاء. لو صح كلامك ان معظم الشغل عليك يبقى المفروض تنبسط لانك هتاخد عمولة على كل عقد. ده صحيح يا فندم، لكن اللي بيحصل ان هم بيقابلوا العميل وبيقعدوا معاه دقيقة واحدة وبعد كده بيحولوه لي انا وياخدوا هم العمولة. يا فندم احنا كلنا بنساعده عشان يتمرن ويعرف الطريقة، لانه في احيان كتير كان بيلخبط في الكلام ويطفش العملاء. فعلا انا شفت ده مرة بنفسي. انا مش هغير نفسي. يبقى مش هتنفع في الشغلانة دي يا باشمهندس. في دي بقى عندك حق. لا 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 تيظهر اعصابك تعبانة. من فضل حضرتك، من فضل حضرتك، انا اعصابي مش تعبانة. انا اعصابي مش تعبانة، انا اعصابي مش تعبانة. طيب طيب انا مستقيل، انا مستقيل. طيب لو سمحت خد اجازة من النهاردة لحد ما ترتاح، وانا هكلم الست الوالدة. يا فندم الست الوالدة ملهاش علاقة باللي احنا بنقوله ده. من يا جماعة انا مستقيل، انا مستقيل. احلى قهوة، احلى. انت فعلا استقلت؟ ايوه، مش انت اللي اقترحتي عليا وشجعتيني اعمل اللي انا بفكر فيه بقالي كتير؟ بعدين بيني وبينك انا ما كنتش بحب الشغل ده اصلا. انا ما كنتش متخيله انك قوي وعندك اراده للدرجه دي. بس بيني وبينك انا قلقان، انا مش عارف هشتغل ايه بعدين. ارسم. بس مين اللي هيشتري الرسومات؟ ارسم انت بس وانا هسوق. انا فكرت في حاجه تانية كمان، انا ممكن اشتغل رسام في وكاله اعلان او في مجله. طب وليه ما تعملش نفسك معرض زي ده؟ لا معرض زي ده يبقى مكلف جدا، ما اقدرش طبعا، ما عنديش فلوس. هي الفلوس فعلا مشكله. ايه ده؟ طب انا ممكن ارجع العربيه واخد المقدم. طب ما انت مفكر في كل حاجه و كله تمام. بس لك على حاجه. انا على طول بفكر، دايما ببقى لوحدي. ساعات كتير قوي بحلم احلام يقظه. وجه الوقت انك تحقق. اهلا وسهلا، شرفتينا يا عناية تاني. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. اتفضلي يا طنط. كده انا تعبتك يا حبيبتي، ميرسي خالص. وايه اخبار الاستاذ هادي؟ سمعت انه قدم استقالته. ايه؟ مش ممكن، مش معقول، ده ما قاليش حاجه زي دي ابدا. يمكن بس ما حبش يضايقك. مستحيل، هادي عمره ما بيخبي عليا حاجه، انا مربياه على كده. لازم بقى اشاعه. طبعا
كلام الناس كتير. هو معقول واحد خاطب وداخل على جواز يسيب شغله ويبقى عاطل؟ هو الأستاذ هادي خاطب؟ طبعا يا حبيبتي، خاطب عمر بنت خالته. عقبال ما تفرحي بأمنية إن شاء الله. إلا استقالته دي كمان. عن إذنك يا بنت. هادي هادي بابا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. يا ريت بقى، يا ريت القعدة المرة دي تطول شوية يا بابا. لا اطمن، انا مش راجع تاني، انا خلاص نهيت عقد عملي هناك. فجأة كده؟ اقعد اقعد. هادي يا ابني، أنا عشت طول عمري متغرب عشان كنت بهرب، إنما أنا قررت أرجع عشان أواجه مشاكلي بنفسي. يعني حضرتك المرة دي بقى هتقعد فترة طويلة؟ حضرتك سكت لي يا بابا. انت لسه حضرتك زعلان مني عشان أنا خذلتك المرة اللي فاتت، بس أنا اتغيرت يا بابا. أنا هقول لحضرتك. يا ابني يا حبيبي، انا زعلان من نفسي. مش فاهم ايه بقى اللي انا سمعته في الشغل ده. انت صحيح استقلت؟ ايوه انا استقلت. يا مصطي يا مصطي، مبروك يا هادي، الف مبروك يا حبيبي. انت دلوقتي ابني بصحيح. انا صحيح مش عارف هتعمل ايه في حياتك، انما انا سعيد سعيد جدا انك خدت قرارك لوحدك. اطمن حضرتك يا بابا، انا هعمل حاجة اللي طول عمري كنت بحبها. انا هرسم، ولعلمك بقى انا هجوز الانسانة اللي انا بحبها. لا دي زطت بقى، هات بوسة يا ولد، وكمان بوسة يا حبيبي. كفاية كفاية. وقمر، ما هو قمر دي بقى، قمر بنت اختك، بنت اخت حضرتك دي، مش مشكلتي بقى. ومع ذلك انا مستعد ادور لها على عريس بنفسي يا امي. ومين هيرضى بيها؟ يعني حضرتك عارفه ان محدش هيرضى بيها، ومع ذلك عايزه تلزقيها لنا. يا ابني الطيبين للطيبات، وبعدين انت هتكسب فيها ثواب. انا خوفي بس انك انت تعرف ناس احنا ما نعرفهمش يضحكوا عليك. على طول يضحكوا عليا ويستكردوني على اساس ايه يا امي؟ انت على طول فاكره ان انا اهبل. انا مش عارفه بس اودي وشي فين من خالتك؟ هقول لها ايه؟ دي تموت فيها. لا اذا كان على خالتي ما تحمليش همها، انا مستعد اروح لها لوحدي واكلمها كمان. لا ده انت اتجننت يا هادي. عقلت. بابا ماما بعد اذنكم. كله منك يا عبد الغفور، كله منك. انا ياد، انا كمان مش هقدر اتجوزك. نعم يا اخويا. دي الكلمه اللي كان لازم اقولها لك من 27 سنه، لكن مدام لسه في العمر بقية، أنا يا عنيان مش هتجوز. ده انت فعلا اتجننت. وعايز أمنية في ايه؟ عايزها في موضوع خاص. خاص؟ طيب تفضل. لا انا افضل ان احنا نتكلم بره في اي مكان. يعني بعد اذن حضرتك ممكن نقعد في النادي. انت جريء قوي. افندم.
تحت امرك. امنية انا عايزك تقفي جنبي على طول. طبعا ده بدليل ان حضرتك خاطب وهتتجوز قريب. لا 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 انا خاطب اه بس مش هتجوزها. لا لا وبعدين الخطبه دي كان ليها ظروف واسباب لا ظروف ولا جوابات. على اي حال مبروك. الله يبارك فيك يا طنط. لا لو سمحت ما تتدخليش يا ماما في الموضوع. انا اقصد اقول ما تقولش حاجه يا هادي. لا 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 يا امنيه لا لازم تديني فرصه عشان اشرح لك الموضوع. ادي اللي حصل يا ستي. وانت اي حاجه كده تتكسف على طول؟ طب انا هعمل ايه؟ ما هي الظروف حطيتها في طريقي، ما اقدرش اكون سبب في ان انا اعقدها اكتر. ابني هو ده ذنبك؟ وبعدين يعني انت هتصلح الكون كله؟ مش عارف. مش عارف بس تخيلي حالتها كانت هتبقى ايه لو انا كمان رفضت ان انا ارتبط بيها. طب وبعدين؟ ولا قبلين. انا ممكن افسخ الخطوبة دي بس في حالة واحدة، لو تأكدت ان انتي موافقة تتجوزيني. تبقي موافقة؟ يا سلام، وعرفت ازاي انك اتكسفتي وشك احمر. يلا. مساء الخير يا عمر. مساء النور. اتفضل. أمر أنا جاي أقول لك. تقول إيه؟ أقعد الأول. إزيك يا عمر؟ الحمد لله. أمال خالتي فين؟ جوه في اوضتها. على العموم احسن ان انا اتكلم معاكي. انا عمر. انت ايه؟ انا فكرت كويس في 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 الموضوع يعني، وانا بصراحه كده لقيت ان احنا مش هننفع مع بعض. مش هننفع. احنا اصل احنا مختلفين يعني، مختلفين شويه يعني. انا يعني ظروفي كمان ما تسمحليش بالجواز. ارجوكي ما تعيطيش يا عمر. انا عارف انه موقف صعب عليكي وعليا انا كمان. ارجوكي ما تخلينيش احس بالذنب. انا هخش اتكلم مع خالتي. خالتي انا جاي عشان اقول لحضرتك اني انا اتفقت خلاص انا وقمر ان احنا نف استنف يا دنيا يا حبيبي. خد يا اخويا اهو. انت جيت في وقتك يا ابني. مامتي هي تعبانه. انا اسف. انا اسف. انا ما كنتش اعرف. لا 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 سلامتك يا خالتي. شدي حيلك حضرتك يا خالتي. خالتك يا ابني خلاص انتهت. مامتي كان نفسي افرح بيكم قبل ما اموت. لا لا ما تقوليش كده حضرتك. سلامتك يا خالتي. هو انا في الحقيقه جاي عشان اقولك انه قمر يا ابني جهازها كامل من مجاميعه، يعني احنا مش عايزين منك حاجة ابدا. بس يا خالتي انا والشقة يا ابني طبعا قمر هتورثها بعد ما موت، يعني تقدروا تتجوزوا فيها
بعد الأربعين بتاعي على طول، ولا مش هتعملوا الأربعين؟ لا لا، ازاي ازاي؟ طبعا هعمل لحضرتك كل اللي انت عايزاه، بس انا جاي في حاجة تانية خالص يا خالتي. هادي وصيتك قمر دي ملهاش حد غيرك يا ابني، اوعى تبقى خالتي. قمر قمر في عينيا طبعا، بس قمر حطيت لها الطمله وسبتها يا هادي. ابوس ايدك يا دكتور. لا 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 العفو، لا لا العفو العفو يا خالتي، ما تقوليش حضرتك كده، بس انا عايز اقول لحضرتك ان انه ايه ده؟ ماما 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 دكتور 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 بسرعة. ماما طيب طيب اهدي اهدي ماما. طيب طيب اهدي، هنجيب لها دكتور، هنجيب لها. انت موت امي. لا 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 انت موت امي. لا خلاص انت موت امي. خلاص هاتي امي تاني، هاتي اهلي تاني، هاتي اهلي تاني. خلاص ماشي خلاص، انا هتجوزها، اوعدك اني هتجوزها، بس ارجوكي اصحى يا خالتي. خلاص انا هتجوزها. تتجوزها؟ مبروك يا أمي. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا هادي. دلوقتي يا ولاد اقدر اموت وانا مرتاح. هوب هوب هوب. ايه خالتي؟ ماما خالتي ماما خالتي. هوب ايه ماما خالتي ماما خالتي ماما. هي في حياتك يا قمر يا بنتي، كلنا لها، ده أمر الله. حياتك الباقية يا عم، الله يجازي اللي كان السبب بقى. خش يا قمر، خش اغسلي وشك كده، على بال أنا ما جهز لك أوضتك. يلا حبيبتي. حاضر يا خالتي. من هنا يا قمر، سيبي الشنطة أنا هشيلها، اتفضلي من هنا جنب الأوضة دي. أرجوك يا هادي افتكر إني ما طلبتش منك تسيبها، دي كانت رغبتك وأنت قلت لي إنك تقريبا اتفقت معاها. ده صحيح فعلا، لكن انت مش معايا ان دي تبقى جلياطه وقله ذوق ان انا افتح معاها السيره يعني. طب انا هقول لك على حاجه، انا اوعدك ان اول ما هيعدي الأربعين انا. مفهوم مفهوم، بس لو رجعت في كلامك بلغني. هادي هادي. ايوه يا بابا. تعال انا عايزك. الله، ايه ده؟ هو حضرتك مسافر ولا ايه؟ انا حسيب البيت هنا نهائي ومش راجع تاني. ليه بس يا بابا؟ هو ايه اللي حصل؟ حصلح الخطأ اللي ارتكبته في حقي وحقك من 27 سنة. انا مش فاهم قصد حضرتك. انا طلقت والدتك. مش ممكن. ومش كده وبس، انا هتجوز الانسانة اللي كنت بحبها من زمان. يا بابا. لكن ايه؟ هتكسف؟ هيقولوا راجل داخل على 60 وبيطلق ويتجوز؟ ما يقولوا، دي حياتي مش حياة الناس. وحياتنا الناس هتقول علي انا يا بابا. انا ضحيت بسعادتي علشانك، عشان ما تطلعش تلاقي ابوك في ناحية وامك في ناحية. انا اللي ضحيت بحياتي واستحملت عيشتي معاك علشان خاطر ابنه. انت كمان غلطتي نفس الغلطة، كان احسن لنا واحسن له ننفصل في هدوء عشان يطلع بعيد عن الخلافات بتاعتنا، خلافاتنا اللي خلت شخصيته بالشكل ده. منك لله يا رب، منك لله. أنا يا ابني شفت محنتي فيك، عشان كده عاوز الحق اللي فاضلي من عمري. انت كمان ما تضيعش فرصتك والحق عمرك كله قبل ما يضيع.
تخافش يا حبيبي، تخافش، ما هشوفك باستمرار، ما اقدرش استغنى عنك، لا انت تقدر تستغنى عنك. ما حصلش حاجة. على فكرة عمر، أنا عايز أتكلم معاكي شوية. ما قدرتش أصدمها، لأنه في الظروف اللي هي فيها دي ممكن تعمل في نفسها أي حاجة. طب والحل؟ اديني يومين لحد ما ألاقي حل. أنا لازم أكون جنبيهم هي وأمي. الظاهر إن مفيش فايدة فيك. أمنيها أرجوك ما تخليش عني. لا كده أنت اللي تخليت عني، عن إذنك. أمنية أنا مكسوفة أرجع له ليه؟ لو سبته ومش أنا بس اللي هبقى تعيسة، هو كمان عمره ما هيعرف طعم السعادة. نسيت اقول لك حاجه يمكن تهمك. انا في شاب بتقدم لي من عيله كويسه ومركزه كويس وغني، وماما وبابا مصرين عليه وانا مش عارفه اعمل ايه بقى. طب ليه يا حبيبتي ما قلتليش؟ كسفت منك. طب ارجوكي ما تعيطيش ارجوكي. تفضلي. مش عارفه بقى، الحل الوحيد اني انتحر. لا يا امنيه ما تقوليش كده. لا انا لا يمكن اتخلى عنك ولا اتنازل عنك. انا مستعد اتجوزك النهارده. لا انا مستعد اتجوزك دلوقتي حالا.